مساء الخير. مساء النور. شكون معنا؟ يسرى. شعبة. أدب وفلسفة. كيف شفتي امتحان الفرنسية؟ مليح، متناول الجميع، بصح كاين اللي يقدر له كاين اللي ما يقدرلوش. واش خيرتي الأول ولا الثاني؟ الأول بين التيس هيستوريك، باسكو جاني ساهل، شغل نقدرو كامل نجاوبو على الأسئلة تاعو. ما خرجولكمش من المقرر؟ كيفاش مقرر؟ واش قريتو ما خرجولكمش منه ولا؟ لا لا، واش قرينا نلقاو، هذه هي اللي تعب عام كومبلي يلقى ينال. كيفاش اليوم على السادس امتحان؟ اليوم راكم ديجا درتو 6 امتحانات في الباك، كيفاش تشوفي الباك؟ الباك شوف، احنا كنا في الاول خايفين ودخلنا بالستريس وشغل خايفين وكامل، بعد كانت في نورمال كيف نجوز المادة الاولى، عرفنا قيمة الباك وعرفنا بلي الباك شغل ما كاين والو، واللي يخدم ينال، اللي يخدم ينال، وهذاك اللي يجوز تمسخير وكامل هذاك هما اللي يديروا ستريس ويصالهم هكاك ويتقلقوا كامل. شحال معاملة الفرنسية؟ 4. شحال متوقعة تجيبي؟ معدل كاين ولا ما كاينش؟ مليحة بين وبين. والفلسفة الصباح كيفاش؟ فلسفة سهلة. فلسفة صعيبة. فلسفة سهلة، أنظمة اقتصادية كليتها اليوم. ولا 8 أوراق قدرت فيها. ولا غير سهلة. ولا غير سهلة. هذه هي خدمة تعبت عليها. عام كومبلي نتعب عليها، هذه هي. وش تعبت لقيت. هذه هي جاوبت وفرحانة نخدم فرحانة. رجعتيه تسمى؟ ايه كنت موجداته من قبل، عام كومبلي وانا كل يوم مقالة، كل يوم نراجع، كل يوم انا متخرج بالمقترحات، انا ضد الفكرة تاع المقترحات، بس كذي مش عقلية، وهذيك شغل يقفوا في وجه الدراسة وكامل، شغل كما كيف فهمتك، شغل يقفوا في وجه الدراسة وما يقدرش يروحوا بعيد من المقترحات تاعهم، شغل كي يطلعوا باللي معلومات ناقصين، وكشغل كي يولوا اطارات، شغل ما كاين والو فارغين، اطارات هكا كوبر. انا لا ضدها، انا عام كومبلي وانا نتعب ووجدت روحي مليح، وهذيك هي ان شاء الله نالو التعب تاعنا ان شاء الله. والوالدين في الدار كيفاش؟ نفرحهم ان شاء الله، نفرحهم ثاني بقوه ان شاء الله، باك نتعب والتعب تاعي هذا اللي تعبتو ان شاء الله نالو، وهذه هي. كاش تحيه الاستاذ من الاساتذه اللي قراوكم؟ تينيشا. تينيشا، تحيه استاذ تينيشا ادب وفلسفه قنشوبه، تينيشا بقوه تحيه، هو اللي شغل التعب تاعنا هذا كامل بالفضل تاعو، هو اللي تاعك شغل زيرنا عام كومبلي باش ننال هذه النتيجه مع التالي. ربي على ذيك كنا ضد تاعها وكامل. ربي ينجحك ان شاء الله يا ربي.